السلام عليكم، شلونكم جروب جيب؟ هذا الفيديو خاص لجروب جيب، صحيح راح نشرب اليوتيوب همين، بس هو خاص لجروب جيب لأنه راح نشرب جروب جيب همين. للأسف هواي ناس حسبالهم أنا أضوج من سيارة جيب. إذا تجيني أنت عندك جيب 8 سلندر وتقول الطارح وياك حبيبي، أكيد أنت أسرع، يعني ما يراد له أروح للقاضي. أنت جيب 6 سلندر ودوس وياي، لا تقول لي 8 سلندر والتراك هوك و707 حصان، ماكو هيج حكي. انا باكر اقدر ازود السورنتو مالتي، ازودها، اي تتزود، ازودها واقدر ادوس ويا اي واحد. بس انا ادوس بسيارة ستوك، ما ادوس بسيارة مزودة. خوش، لا حد يقول لي جيب 8 سلندر. اللي عنده جيب 6 سلندر ويحب يجي يدوس ويا يدوس مال خوه، انا حاضر. خوش، ولا حد يجيني يقول لي من سويتش. انا هاي سالفه، يعني كل عقلك اذا غلبتك انا راح اخذ سيارتك، او انت اذا غلبتني راح انطيك سيارتي. هاي السالفه لا تصير ولا راح تصير ولا صايره. خوش، رجاء لا حد يحمى عليه. خوش، ويقول من سويتش وما اعرف شنو، هذين الامور التعبانه. وبالنسبه، بالمناسبه شباب، بالنسبه للعزل، قبل كم يوم واحد ناشر فيديو وقال سمعوا تقدر تصور انت تمشي هيك، هو ماشي 185. انا صراحة اشوفك فيديو، انا ماشي بميتين او 20، واسمعوا صوت العزل بسيارتي واسمعوا صوت العزل بسيارته. وللأسف شوف، هاي مو هواي 190، خلاص، وهاي 200، شباب هاي 220 لعيونكم. يلا روح ابو تشارجه. واحد معتهم يجي يقول لي لا، ما هو منزل الجامع. شلونك حبيبي زين؟ اكو واحد يمشي 180 منزل الجامع؟ شو يوجعك؟ اذا منزل الجامع ويمشي 180 الصوت يصير مرعب، مو هيج صوت. ترى احنا مو غشمه قدامك. لهنا انتهى الفيديو شباب، ان شاء الله عجبكم. ريد لايك للفيديو واشتراك بالقناه، وان شاء الله يعجبكم الفيديو في امان الله.